كابتن محمود الخطيب كمان كان ليه كلمه مهمه جدا، وقبل ما اروح لكلمه الكابتن محمود الخطيب قال جمله في غايته الاهميه. لو حد ركز النهارده في كلمه الكابتن الخطيب اللي انا هستعرضها مع حضراتكم دلوقتي، وجه الشكر الى كل اعلامي امين مخلص لعمله بيأدي واجبه من منطلق الحرص على رفعة بلده ويدعم مؤسساته الناجحة. رسالة مهمة جدا وواضحة ومباشرة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. تعالوا نسمع ونشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية وقبل ما أدخل في مع حضراتكم في أي تفاصيل تخص مؤتمرنا، عايز بس أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على نعم كثيرة جدا أنعم بها علينا، ومنها نعمة الاستقرار والتعاون من كل منظومة العمل أو من كل منظومة النادي الأهلي، سواء كانت إدارة أو أعضاء أو جماهير أو عاملين أو فرق رياضية. لأنه لو ما عندكش منظومة بالحجم ده متعاونة محبة لبعض محبة للنادي وللكيان بتكمل بعضها كويس، أعتقد وجمهور كمان بيساند النادي وكيان النادي في المرة قبل الحلوة، وأعضاء بتثق فيك، مش ممكن تحقق كل النجاحات اللي اتحققت الحمد لله رب العالمين من إنجازات رياضية من إنجازات إنشائية أو مالية أو اجتماعية. وفضل الله سبحانه وتعالى التكامل والتلاحم اللي موجود بيننا أو بين كل الأجيال، والالتزام بقيم، ودي نقطة مهمة جدا، الالتزام بقيم وثوابت النادي هم اللي بيساعدوا أي مجلس إدارة يتولى المسؤولية في أنه يجتهد وبيبذل أقصى ما عنده علشان تستمر عجلة الإنجازات والبطولات، وبإذن الله هتفضل مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. دلوقتي أحب أن أنا أرحب بالأستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، وبرحب بالحضور والإخوة الإعلاميين ولهم جزيل الشكر على مجهوداتهم معنا الفترة اللي فاتت. والشكر واجب لكل إعلامي أمين مخلص لعمله، حريص على رفعة بلده، داعم للمؤسسات الناجحة فيها. من أسبوع تقريبا كنا بنحتفل معاكم بالشراكة مع شركة اتصالات مصر، والنهاردة الخطوة الثانية في مشوار الرعاية. الحمد لله خطوة ناجحة بإذن الله تعالى إن شاء الله. التعاقد مع بنك أبو ظبي الأول مصر الراعي والبنك الرسمي للنادي لمدة 4 سنوات جاية إن شاء الله، خطوة مهمة، خطوة بتعكس ريادة النادي في صناعة الرياضة مش بس في مصر، في أفريقيا كلها. وزي ما قلت قبل كده وبقول تاني، النادي الأهلي كيان كبير جدا جدا. الأهلي جاذب لكل الرعاة الباحثين عن الريادة والتفوق، ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله، دايما الأهلي رقم واحد في القيمة، ودايما الأهلي بيجي دايما في المقدمة. ولما الأهلي بيعمل أو يعني بيشترك في رعاية أو بيعمل رعاية أو شراكة، بتكون أو بيكون هدفه الأول الكيانات الكبيرة والمؤسسات الضخمة الكبيرة الناجحة. وبنك أبو ظبي الأول مصر اللي بنتعاقد معاه النهاردة واحد من أكبر البنوك في مصر، وإحنا سعداء بالشراكة، فعلا سعداء بالشراكة معاه، لأنه يملك رؤى وفكر، رؤى وفكر متطور وقدرات مالية. إحنا متفائلين، وكمان مع قدرات المالية بيملك كفاءات بشرية على أعلى مستوى تقدر تقدم حلول تمويلية، ودي نقطة مهمة جدا في كلامنا معهم، في ان احنا يعني بنشترك معهم في بعض الرؤى، حلول تمويلية لخدمة اعضاء الاهلي وجماهيره. احنا متفائلين جدا بروح التعاون اللي لقيناه،
والرغبة في عمل شراكة مثمرة بإذن الله. وكمان يقدر بنك أبو ظبي من خلال جماهيرية الأهلي إنه يصل لأكبر قاعدة من العملاء. في المقابل بإذن الله يقدر النادي الأهلي يحقق أهدافه التسويقية والمالية. الحمد لله اعتمدنا أكبر ميزانية في تاريخ النادي 3,087,000,000 جنيه. الحمد لله برضو يعني حققنا فائض ميزانية 150,000,000 جنيه. لكن مش معنى كده، وده أمر مهم برضو لازم نبقى كلنا ندركه، يعني مش معنى كده إن احنا عندنا أرقام إيرادات كبيرة جماعة. لا، النادي الأهلي مصاروف كبيرة جدا جدا جدا. النادي الأهلي عنده 4 فروع، النادي الأهلي عنده فرق رياضية كرة قدم وفرق قطاع الناشئين وفرق النشاط الرياضي كله. النادي الأهلي لازم يصرف على خدمات الأعضاء. من هنا احنا محتاجين موارد مالية أكتر لمواجهة الانفاقات المطلوبة مننا، سواء على فروع النادي الأربعة أو على الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة. مرة تانية أنا بشكر بنك أبو ظبي وبشكر كل القائمين عليه، وكمان بكرر شكري للشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لرعاة النادي على مجهودها معانا الفترة اللي فاتت، ومش بس الفترة اللي فاتت، إن شاء الله المستقبل كمان بإذن الله، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بين الكيانات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عنها. في النهاية أو عايز أقول في النهاية يعني بكرر شكري أولا لله سبحانه وتعالى، وبشكر الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها لكل المؤسسات الناجحة. كمان بشكر منظومة العمل في النادي. النادي الأهلي مجلس إدارة ما بيشتركش أبدا في أي عمل تنفيذي. مجلس إدارة بيقوم بوضع سياسات. فأنا بشكر مجلس إدارة كل الزملاء، لأن كل واحد فيهم قام بدور يعني الحقيقة مساهم كبير جدا في أن يصل النادي للمرحلة اللي احنا واقفين عليها النهاردة. بشكر الإدارة التنفيذية من خلالها بقى الإدارة المالية، إدارة التكنولوجيا والمعلومات، إدارة الإعلام، الموارد البشرية، إدارة المشتريات، العلاقات العامة وخلاف، في حاجات كتير بقى تانية موجودة يعني. وعايز أقول لهم حاجة مهمة، مش معنى الإنجازات اللي احنا تمت احنا سعداء بيها جدا، ولكن ده بتحملنا مسؤولية أكبر لكل اللي أنا اتكلمت فيهم، مجلس إدارة وجميع الإدارات بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية أكبر في الحاجات اللي جاية، في اللي جاي بتحملنا مسؤولية، علشان الأهلي مطلوب منه دايما أن يكون في المقدمة، وده يحتاج مننا أن احنا نشتغل أكتر وأكتر علشان نحقق طموح الجماهيرنا اللي أنا بشكرهم جدا، جماهيرنا وأعضاء النادي العاملين لثقتهم ودعمهم الدايم. مش عايز أطول على حضراتكم، بس في النهاية بشكر كل الناس الحضور جميعا، بشكر حضراتكم جميعا، وكمان نتمنى بإذن الله أن احنا يكون هناك شراكات أخرى تضيف للنادي الأهلي بإذن الله. بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.